من ذا كتلقى عيلة قرب وحدة فعيا حدود ديكو جاحي قرأت كم مانتا تقال كي قرأها أبي كوا نكتي حي أيو مرا إيراني اللهين أنو مقدس هاي لا تميل سكت الله ولا تميل ششت الله ولا تلبا مسلم نحت الله مدن مقدس ما لا عند الله ولا عند الناس وحن لأن يدي المسلم وحبا لغا ما فايدو مسلم لغا سيفو قادو وحبا لغا ما هلو دانتا دا دونية تا دا آخرة با ولا لكا يو مسلم ميلك استو دوني دا كتشو غبا ينتراد عيسوية إنك إسلام مبدأ كلام مسلم مدين يو وات ريونيس هادونا مال النمات ريونيس حداد مستقبل الدون دونيس أنت وحيدة هادان فلاسفة النولي لبا بقولوا مليون أمد كيري لولن كدوني دا مكة قيب قال هرتبايد هذا كورن قوة صدح دا مليانية اللي بدا مليانية هلك مليانية ولي ربا إنه بطسير هذا إنه حريقي صدح ديگا ما يهين قال باين تو يمي حريقا هندقاي حريقا ها قال كو مقدس ما ومقدس بان داتك مغلا والله إنه مقدس هاي لا تميل سكت الله ولا تميل ششت الله ولا تلبا مسلم نحت الله مدن مقدس ما لا عند الله ولا عند الناس الا اكتي يدتك اكتي ستونا تقديس ماله واتشاب اما مردو تشاب اما مردو تشاب واتشاب انت لقو قيب قيبيي ايادة نالا دي قعنبا مركي مركي اللي قد قاي وان قول استوى مقدسة نالا دي أيها الأحبة لكن السلامك ما أنت أنت كتابك الله صوقة دو ميلاها الله ديكو أياك عانت الله سارة ولي بالله الله وحق أفسي محال الله نارانيا كتابك لين الله راعيو هذا كي الله الله نارانيا وحسك الله الله نارانيا أنت إساك الله تقين ميتك الله راعيو بكاسا السلام نمان نقون سامركا من ذا كتابك عيلة قرب وحدة فعيا حدود ديكو جاحي فدية بورها كذا شودة ساكا مجالا دلدا عيي مدافع دا دولا وحيكويه شريتان كنا ان امت شريتان كدو حيكو حرين هي ان الى دا حي ديغان يدن تيدا غوت او الى شنكريسو لبدا هدي لوغو سو دولو وديغان كيدا الا غعن مروجي الله اسكو دايو دنتي هذا قولنا اللي يراه هذا كمتة شنكر يسيت شريتان كذي بالقصو دولة حق بين أول هذا حي رب السيئي دتك أقو قرابيو إلى دفاعته نصيب درو وناكستا ولا ودي سلح كستا ولا سوق عضي أما دولة الصومالية هوده أما international community go hawado taliska muusa biixii iyo maamulkiisu way ka gacan taagteen dawladda federaalka waa mahadinayna dhaawacyada inoo qaado waa mahadinayna gargaarka waa mahadinayna ilaahay uu ku roon yahay inaha soo aynu xaq u lahayn mar walba hase yeeshee وأنا كجرابينا أو أجو عذر دارينا كما أينا فيلين طالم كي إلى وضح هذا الفران أنت عسي قريب ينقول نقطي إنك استوى أيان إلى خصين هدنا لندعلمة أما مامل دولان أح أو دت دبيح أو دت كي سومالية دبيح دولة الصومالية كمينا فيلينين وذا هذا اللي يسولوين بل وحين فيلين هدي حتى وذا هذا القصة عضو أو دبات هذا اللي على هيد إني وذا هذا الكجوجين هايل ذات كرير إس إس إي رانتي أرنت دولة دو ذا كمين فيلين إن أيان قروشي يسينين أما أي إن دهو ذا كويريهين نويو أركيان
دولت وحانو لأن هاي أرينتا هلا جوجيو إلا أنت ومامل كان مصبيح كلب حيو ديغان كان إيادات كان أنت وعيدة مديسة كلب حيو دولت دينا سوماليا وحبت موديسي حدير إني كحد اللا أدقيهين انترناشنال كوميونيتي وإليهين لبتو ما قيب سما ما قيب سنة إلا يدو كورو يهي عدبا ودة أسايا شادد با وحيلي يهين حلقي إسلانتي تري الميلانيك حو قال إيجي قبط إذا كما المدال وايلي هقراشا كوشرتا الانترناشنال كوميونيتي يغا بحيات نقالها المامل كسومالي لانو كوكسعوده أي كل دقاقان أي لقود نبايان dowlado jira oo waaweyn oo dal ah oo la aqoonsan yahay ba caalamku gacanta ku dhiga oo uu khasba ilaa khaladaadka ay sameeyaan ay joojiyaan inta in ka badan baa laga filayay iyo inta laakiin si walaalisi dowladeenii Soomaaliya yey ba dhaamaan Muuse waxaynu filaynay in tolki gacantooda qabto gacantisa qabto ilay u sheegan arintanu u faa'iideen yahay waxaan dhibaato ahay colaad iyo dhig waxaan ahay oo ay ku dambeynaysa ama laga dhaxlaya inay jirin nasiib darro tolki marka laga reebo beesha garxajis oo yadu banaanka ka istaagtay dhibaatoodan socota waa ay ku raacsan yihiin ciidamada ugu ururinayaan way ku soo humayaan way ku gara way ugu garaabayaan waxay u arkaan in iyaga duulaan lagu yahay aqliyadaasi in ay nabadgelyo keenayso uma maleeyneyno aqliyada oranaysa wajale la ciidan waa ka iimaan kara garowana ciidan kama iimaan karo aqliyadaas aqliyadeena kala saaraysa inay u eegtahay loo maleeyn maayo aqliyada oranaysa dhulkayga anaa leh oo ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga ah kama soo degi karaan dhulka reer SSC-na ilaah baa leh oo way lu wada leenahay aqliyadaasi aqliyad ina kala kaxaynaysa uma eka aqliyada oranaysa burcad dusheeda habar jecelay Ciise Muuse inay kala sheegtaan oo isku hayaan maanta isku dilayaan oranaysa afar reer SSC-na waa timir xabaal taala aqliyada weeye aqliyada jeegaanta haddeer ay ku shaqeynayso aqliyadeena kala kaxaynaysana maaha ilaga maxaa ilala gudboon haddeenu nahay reer SSC ilaga waxa inala gudboon waynu ku khasbannahay arrintan in aynu guul ka gaadhno maxaa yeelay waxaa ku xiran mustaqbalka caruurteena waxaa ku xiran dadkeena iyo deegaankeenu in ay sii jiraan ilaahaydu ku roon yahay mar hadday tagtay oo abaabul wada Muuse oo maanta ciidamo hubanayo inaynu dadkeena iyo dalkeena difaacno yaa inala gudboon waxaa inala gudboon qof kasta oo qaangaar ah oo xilkasa inuu isu diyaariyo inuu deegaankiisa difaacdo waxaa inala gudboon qof kasta odayga 70 jirka ah iyo wiilka qaangaarkii in ay qaataan tababar degdeg ah oo ay ku tababaranayaan ciidanka waxaa inala gudboon in qof walba uu u diyaar garoobo sidii uu hawshan u soo gabagabeyn lahaa waxaad moodaa inaynu markii horena sahlanay ciidamadan guryaheena ku soo siqayay maalinba degmo iyo tuulo soo qabsanayay haddeerna aynu ilaa iyo hadda sahlanayno waxaad moodaa in ayan iyagu waxba la xarayn oo iska daa ciidamadeen ee dadkii shacabka ahaa ee wadada marayay iyo dadkii walaa iyo dadkii xanuunsanayay iyo mayna xalla si sida ugu dambeeyo rakaabkii gaariga ahaa ee halka maraya ninka sheekha ahaa lagu dilay wari inaynu inagu turaalo ku jiraad moodaa ilaahay dukuro iyana ayan waxba la xarayn
يقنية كابويسة وحانو عالم يا دولة الصومالية يا أمد الصومالية بأن أشيغينا دلغاتك وأن نغسور لماذا انتا ندلغادن كريني وأن ندلغادني وأن أودنا طلبان أولينا هاي الله عادل وقوش النسيب أنه حيثنا وحي بشان رمضان كدن بأي إلا يدكورو يحي ما أنت إيد الإيدي وحان الله رينا ما جرتو وحان الله رينا ما جرتو هذه غير شي حساب إنما عقلي وكدن بأي الرورو هو دهن لك حيثنا قريو هو دي هكولان نقدان deegan kooda ku ekaadaan dalka iyaga hanooga baxaan oran mayna laga guuro gurigeen ba iyo goor xal joogsade ee waxaan u leenahay deegaankeen iyo dalkeenaba ku noqdaa walaalayaal oo inama wada qaada deegaankeenu taladeenu in taladayadu in lama wada qaato wiilka baydhabo jooga iyo wiilka hargeysa jooga anaga nooma kala duwana wiilka barbara jooga iyo wiilka baraawo jooga Soomaalinimada ka Soomaaliga abaabana xiga ee baydhabo jooga iyo ka barbara jooga ee Soomaaliga ah baan xiga inaga maxay ina deeqa inaga midnimaa ina deeqda inaga Ilaahay nimcadan uu ina siiyay ee quluubteena isu soo dumay ee danteena inaynu ilaashano waxa laalay iyo wixii wax yeelaya dhibaato u geysanay arinta uu sheekhu ka hadlayay cadawgu inagu soo daayay khamriga ah la rabo in wiilasheena la isku dilo sidaynu uga hortegi lahayn waxa laali wixii midnimadeena wax yeeraya sidaynu u ilaashan lahayn yaa ina deeqda oo ilaayadu ku roon yahay inaynu ilaashano oo ku fara adeegno loo baahan yahay waxa ina deeqda in aynu umidowno oo aynaan waxba kala harin dhibkan ina dul saaran sidaynu isaga qaadi lahayn waxa ina deeqda dadkeen dalkeenna iyo deegaankeenna oo inoo xora oo wiil asaageeni uusan inagu haysan ama inagu handadayn waxa ina deeqda inaynu talada Soomaaliyeed ka mid noqonno oo aynu go'aan ku leenahay aan la ino talin waxa ina deeqda in wadankeena iyo deegaankeena qof kasto Soomaaliyeed uu ku soo dhawaan karo degi karo oo ku noolaan karo oo aan wiil kale oo hargeysa ka yimid uusan ka kaxayn karin oo ka eriyo karin waxayna deeqda inaynu Allah Azza wa Jalla si xor ah u caabudno inagoon ka baqayn inaynu masaajidka nimaadno Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa inuu intaa wanaagsan ee aanu doonayno uu noo soo dedejiyo inta xun ee aanu ka gilgilanayno ama ka baqayno ama aanu iska caabinayno inuu naga dulqaado Allah Azza wa Jalla waxaanu weydiisanaynaa cadowgaana dul fadhiya maanaan doonana guryaha iyaga dul fadhiyaa ilaahu naga dulqaato ilaahu guryahooda nooga celi ilaahu naga foge ilaahu hadayna naga tagay sidaa nooga guuleysa ilaahu nooga guule ilaahu nooga guule ilaahay saasaynu weydiisanaynaa ilaahu intii naga dhimatay uu naxariiso ilaahu inta naga dhaawaca u boogadhay ilaahu inta qaamaysan ee daymaysan ilaahu hada ka bixin kara ilaahu ka bixin ilaahu soo dhawe